صباح الخير مجددا متابعينا الاعزاء بفقرتنا الاخيره بمشوارنا الصباحي لليوم. رح نتحدث عن رفع رسوم زياره سوريا عبر مناطق المعارضه، عبر تحديدا المعابر، وهذه هي الرسوم تم وضعها من قبل المجالس المحليه في الشمال السوري. بينضم معنا للهواء مباشره الاستاذ المحامي غزوان قرنفل. صباح الخير استاذ غزوان. تحياتي، صباح الخير لحضرتك وللسادة المتابعين والمشاهدين. يا صباح الخير. يعني إدارة معبر جرابلس على الحدود السورية التركية أعلنت أن المجالس المحلية اعتمدت رسم 200 دولار أمريكي عن كل شخص مقابل إجازة لمدة 30 يوم في الداخل السوري، وطبعا هذا الأمر سابقا أيضا النظام فرض 100 دولار لكل سوري يدخل عبر مناطق النظام إلى الداخل السوري. هل يحق لأي جهة تحديد رسوم لزيارة مواطن إلى وطنه سوري إلى سوريا؟ يعني بكل أسف أنه في مناطق المعارضة كل القوى والأدوات اللي تدير تلك المناطق يعني استنسخت تجربة النظام الأسد بالكامل على كل المستويات، من جرائم وانتهاكات بما فيها حتى فرض إتاوي على السوريين لزيارة بلدهم. هذا المبلغ هو مبلغ إتاوي، على الأقل نظام الأسد يعني عم بيفرض على المواطن أنه يصرف 100 دولار، بمعنى أنه بيدفع 100 دولار لكن بياخذ مقابلة مبلغ مالي بالعملة السورية. بينما هؤلاء يعني يفرضون إتاوي بكل معنى الكلمة، عم بيستوفوا 200 دولار عن الشخص الواحد لزيارة مدة 30 يوم، وهي ليست أكثر من إتاوة تفرض كرها على الناس، لأنه أولا المجالس المحلية هي مؤسسات خدمية، يعني شغلتها تتابع شؤون الناس ضمن حدودها الإدارية وتقدم الخدمات لهي الناس لجهة تزفيت شارع، ترخيص مبنى إلى آخره. أما أنه يكون له علاقة بالمعابر والرسوم في المعابر على العبور أو الدخول أو الخروج إلى آخره، هذا ليس قانونا، ليس من اختصاص المجالس المحلية ولا من صلاحياتها. ولذلك دائما أقول أنه هذا المبلغ هو مبلغ إيتاوي، وبالتالي تحولت تلك المجالس إلى مجرد عصابة تفرض على المواطن السوري هذا المبلغ يعني دون أي مقابل حتى، يعني هي لا تقدم أي خدمة للزائر على الإطلاق. فهي ناحية. الناحية الثانية موضوع المعابر أصلا يفترض أن يكون مناط بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة. الغريب في الأمر أنه الحكومة المؤقتة نفسها يعني ليست على علم وليست على دراية وليس لها دور على الإطلاق في كل هذا الأمر، وتبعية المجالس المحلية ملتبسة، يعني مرة بيقولوا نحن نتبع الحكومة المؤقتة ومرات بيقولوا نحن نتبع لوالي غازي عنتاب. فهل أنتم مجلس محلي سوري أم تركي؟ يعني لماذا تكون تبعيتكم لولاية عنتاب مثلا؟ فيعني هي أسئلة الحقيقة المفروض أنه نحطها أمامنا وما نتعاطى مع مثل هيك زيارات مزعومة، يعني وكأنه يعني طالع الزير من البير المجلس المحلي قدم شيء للسوريين. نعم يعني أستاذ غزوان، الحكومة المؤقتة حتى هي لم تقر بهذه، يعني هي ما أقرت بهذه الرسوم أساسا، هي فقط من قبل المجالس المحلية. تماما، يعني هذا اللي بيقودنا للسؤال انه هل تلك المجالس تتبع فعلا او تخضع لسلطان الحكومه المؤقته؟ الحقيقه واضح انه لا. ثم من انتخب تلك المجالس؟ يعني لم تحصل اي عمليه انتخاب لاي مجلس محلي في الداخل على الاطلاق، وبالتالي يعني اي مجموعه اشخاص، عصبه من الاشخاص تقرر انها مجلس محلي وتفرض نفسها من خلال علاقات مع الميليشيات الحاكمة بقوة السلاح في تلك المناطق. بدي أشير لناحية هون إذا سمحتي، يعني الغريب في الأمر أيضا أنه ليس هناك تصريح أو بيان على الإطلاق
لا من وزارة الداخلية التركية ولا من رئاسة الهجرة التركية، قالت أنها فتحت المجال لزيارة السوريين إلى بلد لمدة معينة على الإطلاق، وبالتالي هي الزيارة هي مجرد يعني زعم أطلق المجلس المحلي يقول من يرغب بالزيارة نحن نؤمن له موافقة من والي غازي عتاب. طيب ليس كل الزائرين أولا من المقيمين في عتاب، وبالتالي كيف لك أن تعيد هؤلاء؟ يعني اليوم هدول غادروا، المفروض أن السلطات التركية على المعبر التركي أن تبطل لهم الكملك، الرقم الوطني التاجي المفروض أن يتم إبطاله، لأن هؤلاء يغادرون بدون قرار صادر عن السلطات التركية بشأن الزيارات المزعومة. يعني أستاذ رضوان، هذه الزيارة هي ليست زيارة قانونية يعني من قبل الجهة التركية، ليس هنالك تصريح قانوني بالدخول إلى سوريا ومن ثم بعد انتهاء الزيارة العودة إلى تركيا مجددا. تماما، هذا ما قصد قوله بالضبط. فبالتالي على كل من يعني تورط في هذا الأمر، أنه أنا بنصح أنه ما يغادر تركيا، لأنه ليس يعني فرصة العودة ليست مضمونة على الإطلاق. ثم يا أخي اليوم أنت عم تفرض 200 دولار على المواطن اللي هو أصلا متواجد هون ومنتوف وعايف حاله وما عم يقدر يأمن بالكاد لقمة عيشه. يعني 200 دولار للشخص الواحد تعادل 5700 ليرة تركي. فلا يا أخي، أنا بنصح السوري اللي يعني خطر في باله أنه يروح الزيارة، حول هذا المبلغ لأهلك، خلي يستفيدوا منه، ويكون الحقيقة أفضل بكثير من زيارتك إلهم وانت خالي الوفاض. هي على فرض أنه اللي عم يروح هو شخص واحد وليس عائلة، قد يكون شخصين أو أكثر. فلا يا أخي، حول هذا المبلغ لأهلك واكتفي أنه تشوفوا بعضكم عبر سكايب مثلا. أما أنه تعطية لمجالس محلية يعني ابتكرت وسيلة للنصب والاحتيال على المواطنين، فيعني شيء معيب ومخجل. يعني حتى بحسب توضيح المجالس المحلية، دفع الرسوم عم بيكون بشكل يدوي عن طريق بشكل مباشر للمجلس المحلي، صحيح؟ طيب يعني هذا بأي منطق وبأي يعني بأي قطعة أرض في الكرة الأرضية تزعم إنه في سلطة تدير مناطق يعني لا تصدر إيصالات قبض بهذا الأمر؟ نعم. يعني كيف يعني يكون ذلك صحيح؟ ثم لو كانت تلك المبالغ ستدخل إلى خزائن المجلس المحلي لتقديم خدمات، على الأقل كان يصدر فيها إيصالات قبض حتى يبين الوارد والصادر وجهة إنفاقه وأين أنفق يعني. أما أنه نحط بجيبتنا هاي المبالغ نتسول على حساب الناس ونفرض كإتاوات، فهذا شيء مسيء ومعيب. نعم. وللتوضيح أيضا للمتابعين أنه 200 دولار يدفع لكل شخص داخل حتى ولو كان طفل، يعني حتى الأطفال راح يندفع عنهم 200 دولار بمجرد دخولهم إلى سوريا. طيب ما سلبيات القرار، هذا القرار أستاذ غزوان، وهذه الزيارة على السوريين في تركيا؟ حقيقة أنا ناشدت مبارح عبر صفحتي على تويتر وعلى فيسبوك السلطات التركية بعدم السماح بعودة أي شخص يذهب في تلك الزيارات، لسبب يعني أنه هاي الزيارات إلى ارتدادات. اليوم عندما تسمع فيها المعارضة مثلا وحتى يعني بعض حلفاء السلطة، ستقول أغلق الأبواب في وجه العائدين، لأن هؤلاء آمنون على نفس وأموال وأعراض، بدليل أنهم يذهبون إلى بلد بعد شهر بعد أقل بعد أكثر، فإذا هن آمنين. والقانون الدولي والقانون حتى اللي بيخضع له السوريين في تركيا، اللي هو قانون الحماية المؤقتة المستمد من قانون الحماية الدولية، فبيمنع من هو تحت الحماية بالعودة إلى البلد اللي فر منه التماسا لملاذ آمن. فكيف أنت تذهب وتطلب بنفس الوقت أن يكون لك حماية في بلد آخر؟
يعني شيء منطق غير طبيعي. لذلك حتى تستوي الأمور يجب على السلطات التركية منع هؤلاء من العودة في حال مغادرتهم، لأنه لذلك مترتبات ستقود المعارضة حملة شرسة ضد من لم يغادر. يعني يحطون ورقة جديدة بيد المعارضة التركية. بالضبط. يعني سيقول السوريون آمنون فليعودوا إذن إلى بلدهم. أنت من أجل زيارة يعني لمدة شهر تقامر بحياة بقية السوريين واستقرار وأمن في تركيا. فمن لا يقيم وزن لحقوق أهل السوريين فنطالب أن لا يقام لعودته وزن أيضا. فلذلك الحقيقة يجب على السلطات التركية اتخاذ مثل هذا الإجراء حتى يكون يعني رسالة للجميع أنه أنت آمن في بلدك فلتبقى إذا في بلدك. نعم. طيب أستاذ غزوان، قبل ما نكفي الحديث أيضا، محمود عنده استفسار أنه ليش الدولة التركية ما بترجع بتفتح زيارات للسوريين اللي كانت هي موجودة سابقا بأيام العيد وببعض المناسبات، أنه يرجع السوريين بزياراتهم إلى سوريا. برأيك هل أساسا هذه الزيارات هي لصالح السوريين أم لا المقيمين في تركيا؟ لا طبعا، لأنه أولا يعني نحن عم نطالب بشيء غير قانوني. يعني مبدأ الزيارات نفسه السلطة التركية خالفت القانون عندما أجازته، وعندما أرسلت السوريين في زيارات سواء بالعيد أو بعد الزلزال أو غيره، كل هذا مخالف للقانون. فاليوم أنت لما عم تطالب بشيء مخالف للقانون عليك أن تنتظر أيضا إجراءات مخالفة للقانون فيما لو لم تذهب إلى بلدك. يعني بمعنى اليوم نحن كلنا عم بتصير حملات ترحيل، وبعض الناس أو كثير من الناس مظلومين في عمليات الترحيل. أوه بدنا القانون، ليش ما عم بتطبقوا القانون؟ طيب لماذا تطلب تطبيق القانون هنا ولا تمتثل للقانون هناك؟ يعني اليوم هي غير قانونية، أنت أتيت إلى هذا البلد التماسا للحماية، فأن تعود إلى البلد اللي فريت منه معنى ذلك أنت لم تعد بحاجة للحماية فلتبقى إذا في بلدك. هاي هي ملخص الأمر. أما تقول لي والله أنا يعني جاي بدي أصرف على أهلي، أنت ما موجود في تركيا كلاجئ اقتصادي. أصلا هذا الكلام عندما يتفوه فيه البعض بمقابلات الشارع هو يسيء ويجعل هناك كارثة على السوريين الآخرين ممن هم ملاحقين فعلا، لأنه بيقول لك أنه هدول جايين لاجئين اقتصاديين ونحن ما فتحنا لجوء اقتصادي فليعودوا إلى بلدهم. فلذلك يعني كثير لازم نكون حساسين تجاه هذه القضايا. أنت قد لا يكون عندك مشكلة بأن تزور مناطق الشمال أو تزور أهلك في هذه المناطق، لكن أنت تصنع مشكلة لباقي السوريين اللي راح يواجهوا حملات من الضغط على الحكومة لترحيلهم لأنه بلدهم آمن. وأنا أتوقع اليوم أنه تباشر حملات من هذا القبيل. يعني ومش غريب أيضا من المعارضة التركية أنه هي بتستغل أي فرصة وبتتربص فعلا بمثل هذه القرارات لحتى تكون ضد السوريين. طيب كجهات قانونية وحقوقية أستاذ غزوان، هل عملتم على الحد مثلا أو على يعني خلينا نقول توضيح لي من المجلس المحلي حول هذه الرسوم التي فرضت على السوريين؟ يا سيدتي نحن ليس لدينا تواصل مع تلك المجالس بشكل مباشر، ولكن على ضمن برنامج إعلامي كنت أنا أحد الأطراف فيه، وكان رئيس مجلس المحلي لمدينة جرابلس طرفا فيه، طرحت عليه تلك الأسئلة وبكل أسف لم يقدم أي إجابة على الإطلاق. ليس لأنه يعني ليس لديه إجابة، لأنه هو لا يدرك أصلا أنا ما أوجهه له من أسئلة، لم يدرك حقيقة أنه شو اختصاص مجلسه أصلا، هو ليش له صلاحية لحتى يفرض. يعني فكرة الصلاحية تبعه حدود سلطاته هو ما عنده إدراك لها، هي مشكلة أكبر. ثم عندما يأتيك رد أنه نحن نتبع والي عنتاب، أنت مجلس محلي سوري
ولست مجلس محلي تركي. والي عنتاب يحكم ضمن حدود ولايته، ما بيحكم على الأراضي السورية مين عم بيدير المجلس وشو سياسة المجلس. أما هل هو قانونيا أستاذ غزوان، يعني قانونيا هي تابعة لوالي عنتاب أم حتى هي يعني ما في شيء قانوني لك فقط كلام؟ تماما، يعني أصلا عندما نقول أنه في وضع قانوني من هذا القبيل معنى ذلك يجب أن تحدد صفة ومركز القانون التركي في مناطق الشمال ابتداء. يعني كيف يكون لك تبعية لولاية عنتاب كمجلس محلي سوري ولم تحدد السلطات التركية الصفة التي هي متواجدة فيها في مناطق الشمال؟ يعني فلذلك هل هي مثلا دولة احتلال؟ إذا كانت دولة احتلال في مسؤوليات قانونية عليها، إذا لم تكن كذلك فأيضا يجب أن تقدم تفسيرات لماذا تتبع تلك المجالس لكم. يعني قد يكون هناك منسق، فليكون المنسق مع بين الحكومة التركية والحكومة المؤقتة السورية وليس مع مجالس محلية وليس مع كل مجلس محلي بيفتح لي مكتب تربوي بيعين معلمين يعني. طيب برأيك أستاذ رضوان، برأيك السلطات التركية على علم بذلك أم لا؟ نحن يا جماعة اليوم إذا بيصير حدا بيحك راسه في أقصى الأرض بعد 5 دقائق كل الكرة الأرضية بتكون على علم بهذا الشيء. نعم. يعني اليوم في هل يعقل أنه دولة بحجم تركيا وليس لها علم؟ هذا الكلام لا يقبل عاقل. نعم. غير منطقي على الإطلاق. اليوم دقائق الأمور في كل مناحي الكرة الأرضية معلومة للجميع، فكلمة قيصر لا يعلم هي مضى عليها الزمن. يعني أيام الدولة القيصرية في روسيا كانت مقبولة، أما اليوم هذا الزمن تبدل كله. نعم. إجمالا خلينا يعني بشكل عام، الدخول إلى سوريا بهذه الزيارة هي غير قانونية، ليس هنالك أي تصريح رسمي من قبل الجانب التركي بزيارة سوريا عبر المجالس أو عبر هذه الرسوم التي أقرتها المجالس المحلية. فإذا هنالك خطر، الشخص الذي يدخل إلى سوريا عبر هذه الزيارة ممكن أن هو يفقد العودة، حقه بالعودة إلى تركيا. تماما بالضبط. يعني ثم ما هي الضمان التي يقدم هذا المجلس المحلي العتل للسوريين عندما يقول لهم بعد شهر يمكنكم العودة؟ ما هي الضمانة أن يعودوا مثلا؟ يعني أنا إذا جيت على المعبر والمعبر قال لي آسفين نحن أبطلنا التيجي تبعك وانت غادرت أصلا البلد، يعني ما عدت بحاجة للحماية، شو بدي واجهه؟ أما لما بيكون في قرار رسمي صادر عن وزارة الداخلية أو رئاسة الهجرة التركية فيني افتح هذا القرار وقول له تفضل هذا مصدر مشروعية زيارتي بين قوسين إذا جاز التعبير. أما أنه والله المجلس المحلي على كفالتي، يعني بهذا اللقاء الإعلامي الذي أشرته قال نحن نضمن، مين أنت يعني لحتى تضمن؟ يعني شو صفتك، شو سلطتك أصلاً على والي عنتاب لتضمن أنه والله ترجع السوريين اللي طلعوا بزيارة وتدخلهم عبر الحدود؟ هذا الكلام يعني لا يقبله عاقل ولا منطق. نعم، ويعني وخاصة أنه يعني بحسب معلوماتي هنالك زيارة خاصة للسوريين المقيمين في غازي عنتاب تحديداً، كمالكم غازي عنتاب. يعني تماما. ثم إذا أنا بدي روح هاي الزيارة المزعومة من ولاية أخرى على فرض أنه أنا بدي أحصل أو هن بده يجيبوا لي إذن لزيارة من والي عنتاب لزيارة سوريا، نعم. طيب أنا انتقالي من هون للحدود يحتاج لي إذن سفر من ولايتي، إذن سفر بنسبة 99% عم يتم رفضه. فكيف بدي سافر يعني وادخل الأراضي السورية؟ ثم أنه إذن السفر حتى على فرض صدوره مدة صلاحيته 15 يوم، فكيف أنت ستضمن لي أنه أنا عبروح شهر على الأراضي السورية؟ يعني معنى ذلك
أنا كسرت مدة إذن السفر قانونية ويترتب عليه مترتبات. ثم أخيرا، ما الذي يضمن، أنا بدي أقول كل هذا الكلام سلم فيه جدلا صحيح، ما الذي يضمن أنا خلال وجودي بالأراضي السورية ما أن يلغى الرقم الوطني تبعي لأي سبب كان؟ ما من قبل أيام أكثر 200-300 ألف رقم وطني تم إيقافه، وأرسل له الرسائل على أنه أنتم غير متواجدين بعناوينكم وتفضلوا صلحوا أوضاعكم. طيب أنا موجود هونيك وتم إبطال رقم الوطني تبعي، كيف فيني بقى أدخل؟ مستحيل. إذن يعني بالنهاية يعني الموضوع مش فقط انه الزياره وارجع الى، لا هنالك امور اخرى لابد من تكون بالبال ايضا. طيب استاذ غزوان قبل ما اختم مع حضرتك، مصعب عنده سؤال انه عنده اخ توقفت هويته، اوراقه واموره قانونيه لكن تم ايقاف الهويه، هل بيقدر يعمل شيء؟ هذا اللي كنا عم نقوله قبل شوي، يعني عشرات الالاف امور قانونيه وهم متواجدين بالعناوين، ومع ذلك يعني اجته الرسالة انه ابطلنا. يعني بيقول لك سيستم يا اخي، الموضوع لا، ما هو سيستم، لا هذا الكلام غير صحيح. بالابطال السابق انا تحديدا اجتني رسالة، رغم انه انا اولا مجنس، ثانيا قبل التجنيس لم يكن معي بطاقة حماية، يعني كان معي اقامة سياحية، ومع ذلك اجتني رسالة انه نظرا لعدم تواجدك بالعنوان ابطلنا بطاقة الحماية تبعك. يا حبيبي أنا مجنس، يعني حتى أنه ما كان عندي بطاقة حماية ابتداء. فالمشكلة أنه المسألة لا تخضع لمعايير أو قوانين، هي مزاجية لا أكثر ولا أقل. نعم شو نعم. كثيرا ما تكررت مثل هذه الحالات، يعني عفوا كثيرا ما تكررت مثل هذه الحالات، يعني وصول رسائل لأشخاص مجنسين ستتكرر أكثر لتكون مرتكز لترحيل أكبر عدد ممكن من السوريين خارج الأراضي التركية. يعني أنا هذا النداء لطالما وجهته طوال أكثر من سنة، عم نقول يا جماعة من يجد ملاذ آمن آخر فلا يبقى هنا، أما اللي ما عنده مشكلة بالعودة لبلده فأوكي ما في مشكلة، فيك تغادر لحالك أو بيبطلوا لك الكملك وبتغادر وانتهى الوضع. نعم. بشكرك جزيل الشكر المحامي غزوان قرنفل، شكرا كثير لانضمامك معنا بهذا الصباح.